لا في معرض الصحافة. بداية هذه الجولة في عناوين الصحف، البداية ستكون بيومية النهار والتي كتبت مقالا في صدر صفحتها الأولى تحت عنوان أسئلة السانكيام تفرح التلاميذ وتبكي الأولياء. ونطالع في ذات المقال بأن تلاميذ السنة الخامسة ابتدائية الذين اجتازوا امتحان نهاية تعليم المرحلة الابتدائية قالوا بأن موضوعي اللغة العربية والرياضيات كان في متناولهم خلال مضمون الأسئلة التي لم تخرج عن البرنامج الدراسي. يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه أولياءهم بأن الامتحانين صعبين وأبنائهم لا يستطيعون الإجابة على الأسئلة التي كانت مفخخة. في مقال آخر تحت عنوان صانع قنابل داعش ومسؤول الاتصال يسلمان نفسيهما في سكيكدا، حيث نطالع في مقال النهار بأن إرهابيان سلما نفسيهما لعناصر الجيش الوطني الشعبي المرابطة في منطقة وادي بيبي ووادي نبالة غربي ولاية سكيكدا، ويتعلق الأمر بكل من المسمى مرابط رابح المكنى شعيب البالغ من العمر 37 سنة كان ينشط كمتخصص في صناعة المتفجرات، والمسمى بخالفة حسين 39 سنة والمدعو شرحبيل. جمعية إفطار الصائم ممنوعة في البرجات، هذا عنوان لأحد مقالات في جريدة النهار كذلك، حيث سجلت عناصر الدرك الوطني بالعاصمة خلال عملية المراقبة منذ بداية شهر رمضان حجز 7 شاحنات غير مطابقة لمواصفات السلامة الصحية محملة بأطنان من اللحوم البيضاء الفاسدة، الدجاج والديك الرومي، حيث كانت موجهة للتسويق في محلات بيع اللحوم بالعاصمة عبر المدخل الشرقي لبلدية الرغاية. ونختم هذه الجولة في صحيفة النهار بمقال تحت عنوان توقيف منظفة في نفطال وابنتها بتهمة ممارسة السحر والشعوذة في الدرقانة. ونطالع في ذات المقال بأن مصالح الضبطية القضائية بأمن المقاطعة الشرقية بدرقانة قد تمكنت أمس الأول من توقيف سيدة في العقد الخامس من العمر تعمل كمنظفة في نفطال رفقة ابنتها وتحويلهما للجهات القضائية بمحكمة الدار البيضاء، حيث مثلت بموجب المثول الفوري بناء على مجموعة شكاوي تقدم بها جيرانها بالعمارة التي تقطن بها بدرقانة حول ممارسات مشبوهة تقوم بها هذه السيدة تتعلق بالدجل وأعمال السحر والشعوذة وتدنيس المصحف الشريف. إلى يومية البلاد التي كتبت كسوة العيد بمليون سنتيم. ونقرأ في ذات المقال بيومية البلاد بأن العديد من المواطنين اتفقوا على أن ما بدأه تجار الخضر والفواكه أكمله تجار الملابس، والذين بدورهم استغلوا الظرف الراهن ورفعوا أسعار كل المنتوجات من الملابس خاصة ملابس الأطفال التي أضحى تأمينها لمن استطاع إليه سبيلا، الذين وقفوا على الأسعار المرتفعة جدا والمبالغ فيها إلى درجة أن مليون سنتيم مثلا لا يكفي طفلة صغيرة ذات 4 أو 5 سنوات، حيث تعرض حاليا ملابس أطفال بأسعار مرتفعة جدا وفي غير متناول غالبية الأولياء. إلى شروق التي كتبت إعفاءات جمركية وضريبية لتخفيض سعر السيارات الجزائرية. ونطلع في ذات المقال بأن الحكومة أفرجت عن إعفاءات للحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، الرسم أقول على القيمة المضافة لفائدة مصانع المناولة المشتغلة في قطاع تركيب المركبات ومصانع الأجهزة الكهرومنزلية. ويشمل الإجراء الجديد المكونات والمواد الأولية المستوردة والمقتنات محليا من قبل المناولين المعتمدين في إطار إنتاج أجهزة الصناعة الميكانيكية والكهرومنزلية والإلكترونية والكهربائية، وذلك كإجراء جديد للتخفيف من تكلفة هذه التجهيزات وبالتالي تقليص فاتورة إنتاج المركبة.
الموعد اليومي كتبت في صدر صفحتها الأولى 3 ملايين قنطار من الخضر والفواكه وعشرين ألف طن من اللحوم هو ما استهلكه المواطنون خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وهذا بناء على البيانات التي جاءت في حصيلة الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين. تسويق حوالي 3 ملايين قنطار من الخضر والفواكه وأكثر من 20 ألف طن من اللحوم بنوعيها. وأوضحت الجمعية في بيانها بخصوص ارتفاع الأسعار أنه يعود إلى عاملي الضغط الاستهلاكي على شبكة التوزيع وارتفاع حجم الطلب. الإخبارية كتبت: الجزائريون غير معنيين بنظام البصمة الوراثية وصورة الوجه، حيث أوضح مسؤول مكتب الإعلام بسفارة السعودية بالجزائر مشعل الشمري بأن نظام البصمة الوراثية وصورة الوجه في تأشيرات العمرة والحج غير وارد حاليا، مشيرا إلى أن البيان الذي أصدرته السفارة السعودية لم يشر إلى ذلك، وأضاف بأن مصالح السفارة لم تتلقى لحد الآن أي توجيهات لفرض هذا النظام البيومتري على الجزائريين. المحور اليومي نطالع فيها مقال تحت عنوان: الحلم الأوروبي عبر قوارب الموت يعود بقوة في رمضان، حيث عادت الهجرة الغير شرعية حسب ذات المقال باتجاه أوروبا عبر قوارب الموت لتصنع الحدث مجددا تزامنا مع شهر رمضان الفضيل، حيث أحبطت قوات حرس الشواطئ للقوة البحرية محاولات هجرة غير شرعية ل 79 شخصا بعد سلسلة من المحاولات التي اعترضتها القوات المختصة. في صحيفة الخبر نقرأ مقالا في الرياضة: مبولحي وفيغولي يصفعان رابح ماجر، حيث نشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الإلكتروني حسب صحيفة الخبر بيانا أكدت فيه بأن الثنائي سفيان فيغولي ورئيس وهاب مبولحي لن يكونا معنيان بالتربص التحضيري المزمع تنظيمه أجوان القادم، والذي تتخلله مباراتان وديتان ضد كل من الرأس الأخضر والبرتغال. وأكد البيان بأن فيغولي يعاني من إصابة، بينما رفض حارس الاتفاق السعودي رئيس وهاب مبولحي دعوة رابح ماجر لأسباب تبقى مجهولة. ونختم بالصحفية الوطنية الناطقة بالفرنسية الإكسبريسيون كتبت: الجيش يضرب بقوة في جنوب البلاد. ونقرأ في صحيفة الإكسبريسيون بأن حصيلة الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ بداية شهر أفريل قد ارتفعت، وهذا بالناحيتين العسكريتين 26 إلى 24 إرهابيا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الوطني أمس عن استسلام 5 إرهابيين من بينهم 3 في تمن راست. وتأتي هذه النتائج الإيجابية الجديدة لتؤكد نجاح المخطط الاستباقي الذي تبنته القيادة العسكرية في تأمين حدود البلاد وتعقب خلايا الإجرام في البلاد. ختام معرض الصحافة.